فيديو جديد نقول فيه السلام عليكم. النهاردة برضو هنتكلم فيه عن الكريستالات دي بقى، فواصل أساور وسلاسل لو هتتعمل بأكتر من دور، زي ما انتم شايفين فيه خرمين اهو، مش عارفة واضحين اهو، يمكن واضحين هنا، تمام، في خرم هنا اهو وخرم هنا اهو. لمعة الكريستالة، كريستال ايطالي تجنن حقيقي. كل واحده من دول فيها ثلاث فصوص، معانا ثلاث الوان، اربع الوان، البينك والازرق والمستردة، هنا درجتين من الاخضر بينهم اللون الكريستال الازاز، وهنا الأورانج والأزرق ودرجة بينك، وهنا درجتين أخضر وبينهم درجة مادية فيها تجميعة من ألوان قوس قزح الجميلة، حاجة كده تحفة حقيقي بجد. الشغل ده ينفع في العقد اللي بيتعمل أكتر من دور، وزي ما انتم شايفين في خرمين اهو، واحد في الاول واحد في الاخر، بقدر ادخل فيه القطع اهو، من الخرمين واضحين جدا اهو، بقدر ادخل فيهم سواء الاستيك او خيط الصنارة او اي شيء انا عايزة ادخله. الشغل تحفة تحفة، شغل ايطالي لمعة ولا اروع، شايفين لمعة في منتهى الجمال، حاجة كده تجنن. يا رب اكون قدرت اوصل ولو جزء بسيط قوي من جمال الفصوص دي، وتسلموا لي.